النبي صلى الله عليه وآله في بيت امرأة تقود الجيش. هاي مرأة لو قائد عسكري، هاي المرأة هاي شلون روحية عندها هاي المرأة. يقولون فد واحد مسيحي قال لمسلم في المفاضلة بين نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وبين المسيح، قال نبيكم تزوج ونبينا المسيح ما تزوج فهو أفضل منه. تحمل مشكلات عدم الزواج فهو أفضل. هذا المسلم جاوب جواب جدا لطيف، قال عيش النبي صلى الله عليه وآله ليلة واحدة مع هذه المرأة هذا أصعب من عيش المسيح عمرا كاملا بلا زوجة. المسيح عمر كامل عاش بلا زوجة، هذا في عناء في صعوبة، لكن النبي ليلة واحدة يقضيها مع هذه المعاناة أشد من ذيش المعاناة. بالبخاري أكو، راجع البخاري على ما في بالي، النبي أشار إلى بيتها وقال منها هنا يطلع الشيطان قرنه، من بيت هذه المرأة. هذا على ما في بالي في البخاري موجود. عجيب شلون هاي الكلمة فلتت من البخاري في كتابه. هاي أيضا جزء هداية الله التشريعي. النبي صلى الله عليه وآله عاش مع هذه المرأة. عدنا في أحاديثنا مرة من المرات اتهمت النبي صلى الله عليه وآله بتهمة عظيمة، تهمة عظيمة، شوفوها بالروايات. النبي صلى الله عليه وآله لم يزد على قول لم أفعل ذلك، هذا هو. هذا المنهج النبي صلى الله عليه وآله، لاحظوا حياة العائلية والفتن اللي كانت تثيرها هذه المرأة وزميلتها. اللي راجع الكشاف يقول هذه الآية ضرب الله مثلا، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. هذا في شأن هاتين المرأتين. لاحظوا النبي شلون كان يعيش ويا هاي المرأة.